السلام عليكم. هسه راح نبلش بطريقة الستيفنس ميثود. طريقة الستيفنس ميثود بسموها بالعادة ستيفنس ميثود أو بين قوسين الماتريكس مصفوفات. ما راح أحل مصفوفات، أحكي مصفوفات لا لا، ما بس أنت بترتب الحل على شكل مصفوف، بس هو ما راح يكون مصفوفات. الطريقة سهلة كثير، بكل بساطة بتحكي لي هسه مثل ما أخذنا بالفورس ميثود. بالفورس ميثود كنا نحكي بنوجد أول إشي الرياكشن، بعدين إذا بدي أحسب لما حسبت الرياكشن من خلاله بوجد الديفليكشن، من خلاله بوجد الديفليكشن، يعني برجع على virtual work structure 1 وبحل. هيك كانت الفورس ميثود، أوجد القوة أول إشي، أوجد الرياكشن، من الرياكشن بوجد الديفليكشن لو طلب من الديفليكشن بوجده. أما في طريقة الستيفنس ميثود بالعكس، أنت راح توجد الديفليكشن ومن خلاله توجد الرياكشن. هاي الطريقة شو بسموها؟ ستيفنس ميثود. يعني تخيل انه انت ما معك ولا اشي وبدك تجيب الديفليكشن قبل الرياكشن، تخيل يعني كيف ليش عكسي. فراح تستعمل طريقة الستيفنس ميثود. طريقة سهلة، بدها تركيز، اسئلتها مسخرة بالامتحان، مسخرة يعني السؤال الواحد ما باخذ منك دقيقتين، يعني بجوز اطول سؤال بنحل بده وقت، يعني بده معادلات وكذا، بس اصلا كانوا احنا امتحانات اونلاين على البرنامج بتحلوا، وراح نعلمكم على البرنامج كمان سوا. فخلينا نبلش بالستيفنس. حكينا الستيفنس هي طريقة بتعتمد انه نوجد الديفليكشن قبل الرياكشن، نوجد الديفليكشن قبل الرياكشن. الديفليكشن في البيم اللي هو يا الديفليكشن اللي هو الدلتا يا الثيتا. بالتراس اللي هو الديفليكشن على الاكس او الديفليكشن على الواي، اوجدهم حسب التراس اللي عندي. راح نبلش بالتراس اول، التراس لانها اسهل، او اذا انك فهمت بتفهم البيم مباشره. فراح نبلش هسه اول شيء ديفليكشن للتراس. طبعا راح اجيب الامثله من الدوسيه تبعتي، طبعا الدوسيه موجوده بالمكتبه مش متوفر بي دي اف. راح نجيب الدوسيه، راح اشرح من الدوسيه وبنفس الوقت انه ازود اشياء من عندي او من سلايدات الدكتور. هاي سلايدات الدكتور يعني مع بعض، زي كانه ما بدنا نحاول نشرح الطريقه بالتفصيل. طيب انا في عندي هذا الاكزامبل، خلني ارسمه هون بعدين نرجع للوايت بورد. تمام، تمام. في عندي المسافة بين هذول 3 4، والمسافة من هون لهون 4، وفي عندي لود هون، في عندي لود هون، هذا مقداره 20 وهذا مقداره 10. بعدين برقم الجوينت وبرقم المنبر. طبعا هذا بالامتحان مرقبين، كونه امتحان اونلاين، ولكن بالجامعة ها بكون مرقم، انت بدك ترقمهم. هننتبه لهي الشغلة. تمام، عندي هذا الترس. طبعا خلينا نشوف الترقيم اللي مرقم عندي، لانه مشان ما نتخربطش بالحل. الترقيم مهم جدا، مهم جدا. هاي 1، هاي 2، هاي 3، هاي 1، هاي 2، هاي 3. تمام، هيك احنا وصلنا السؤال. هيك السؤال بيجيك بالامتحان، لازم السؤال يعطيك انهم مرقمين شو ترقيمهم، يعني هذا رقم 1، هذا رقم 2، هذا رقم 3، هذا رقم 4، ولازم يعطيك المسافات ويكون مرقم لك كل شيء. فعندي هذا الترس بيجي يطلب مني اوجد القوة بالمنبر، اوجد من الرياكشن، اوجد من الديفليكشن اللي هو اللي هون. هسه هذا الترس لو انا دفشته لليمين، هسه هاي ال10 راح تدفشه لليمين وال20 راح تنزله لتحت، فالترس راح يتحرك، فراح يجي يطلب من الديفليكشن الجوينت 4. طيب انا بدي اسالك سؤال جوابه بديهي وبيجي بالامتحان خاصه عند الدكتور هاشم، بقول لك اوجد لي الديفليكشن عند الجوينت 1. اذا هذا السؤال اخذ منك اكثر من 10 ثواني لا تدرس الماده. الديفليكشن عند الجوينت 1 يساوي 0 لانه سبورت، دائما عند السبورتات الديفليكشن يساوي 0.
مثلا هسه اذا كان عندي بن، البن الديفليكشن على الاكس والديفليكشن على الواي يساوي زيرو. كثير الدكتور هاشم بيجيب اسئله زي هيك، السؤال ما باخذنا كف ثمانية. اذا كان رولر بيكون بهذا الشكل، بيكون الدي اكس له قيمه بدي اوجدها والدي واي تكون زيرو. اذا كان الرولر بهذا الشكل بتكون الدي اكس زيرو والدي واي قيمه. هذا الشيء لازم نركز عليه، هذا الشيء لازم نركز عليه. تمام، اول خطوه بالاستفنس ميثود. هسه الحلو بهاي الماده، طيب ماده الاستراكشر 2 الحلو فيها شيء واحد، انه الماده بروسيجر، يعني طبق الخطوات على اي سؤال بالحياه بمشي معك. يعني الخطوات راح تكون مثلا ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 وهكذا لتوصل لخطوه نهائيه بعدين الانسر. فالحلو بالستركتشر 2 انه كل طريقه، هم عباره عن اربع طرق الماده لايجاد الرياكشن والديفليكشن والسوالف هاي كلها، عندي اربع طرق هي عباره عن البروسيجر بس. هاي يلا اوجد الديفليكشن او خطوات انا بدي اطبقها. فنيجي لهذا التراس، هذا التراس اذا احنا فهمنا كيف حليناه احنا بنكون خلصنا طريقه الاستفنس ميثود تراس، ونروح نشوف كيف عليها اسئله. يا اذا ظل معنا وقت من هون للساعه 9 9 ونص بنحل اسئله على التراس مع سنوات، واذا ما معنا وقت بنكتفي بالفيديو الشرح، وفيديو السنوات بيكون لحال بيكون لحال. طيب اول خطوه، اول خطوه لازم تعملها ومهم جدا، اذا خربطت فيها السؤال بيطير، خربطت فيها السؤال بيطير، بدك تركز. انا راح اشرح لك على اساس امتحان بالجامعه الدكتور كيف بيحاسبك. ليش؟ لانه لما يجي يطلب منك سؤال بنص الخطوات بالاونلاين راح يطلب منك على اساس انه انت كيف حال. اول خطوه ستيب 1 راح تكون عباره عن اوجد الديجري اوف فريدم. اول خطوه اوجد الديجري اوف فريدم اللي هو اول شابتر بالماده كان الديتيرمنسي والانديتيرمنت. طيب كيف بدي اوجد الديجري اوف فريدم؟ بكل بساطه بحكي له اول شيء كم عدد الرياكشن بساوي 6 اللي هي 1 2 3. كم عدد التوتال؟ 4 في 2 8 ثمانات. وكم الديجري اوف فريدم؟ بساوي 2. فاول خطوه للي بده يسال شو هذا اللي عملته، بدي اوجد انا التوتال، التوتال اللي هو عدد الجوينت ضرب 2. كم جوينت عندي؟ شوف الارقام هم دوائر، اللي عليهم دوائر، كم دائره؟ اربع دوائر، فبالتالي بحكي 4 في 2. الرياكشن بشوف شو عندي نوع السبورت، بن في عندي ثلاث سبورتات في 6، فالديجري اوف فريدم 2. الديجري اوف فريدم 2 مهم جدا. اول خطوه لفريدم، اول خطوه لفريدم. فبنرجع فهون بنحكي الجواب تبعها، لازم خطوه بخطوه بالترتيب هذا تشتغل سواء بالجامعه او بالاونلاين. الديجري اوف فريدم بتساوي 2 اللي هم فعليا الاكس اللي هون والواي اللي هون. انت هون اوجدت الديجري اوف فريدم. ستيب 2 الخطوه الثانيه بدك تطبقها بالحل، درو ارسم. هاسب معنا شو معنى ارسم؟ ما بعرف اذا مكتوبه بالدوسيه لها اسم، بس بدك ترسم. شو اللي بترسمه؟ بترسم التراس كامل مع القوه اللي عليه. طبعا درو اند نمبرنج رقم. نسوكم الاملاء، مش شاطر بالانجليزي تعرفون. نرسم التراس زي ما هو بدون السبورتات. ترسم التراس واللودات طبعا. ترسم التراس زي هيك بدون اطوال ولا شيء، ما بدي اطوال ولا بدي منك شيء. ترسم التراس بس زي هيك. هاي الخطوه الثانيه، هاي الخطوات بتطبقها لاي سؤال. بتحط عليها بترقم، قلنا ترو اند ترامبلنج رسمنا، ظل النمبرنج. بترقم اول شيء الديجري اوف فريدم، اول شيء بترقمه الديجري اوف فريدم. يعني الديجري اوف فريدم عندي هون هو الاكس والواي، فبروح برقم الاكس والواي. برقم يعني بحكي هون في عندي x y، هاي بسميها واحد، هاي بسميها اثنين. ولو سميت هاي اثنين y واحد مش مشكلة، الباقي رقمهم زي ما بدك. المهم الديجري اوف فريدم هي ترقمها اول شيء، خلص بترقم الباقي زي ما بدك. ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ترقمهم زي هيك، ترقمهم زي هيك. طبعا في غلطة غلطتها، شو هي؟ هي هاي لفوق، كل شيء لفوق الدكتور. تمام تمام، إلا إذا الدكتور رسم لك بالامتحان
الا اذا الدكتور رسم لك بالامتحان شيء غير هيك، الا اذا رسم لك بالامتحان شيء غير هيك. مثل دقيقة أورجيك رسمة معينة، هاي إذا رسم لك مثلا هاي اللي تحت بترسمها لتحت، فشوف الدكتور بيعطيك الرسمة جاهزة، بيعطيك طبعا شوف شايفين هذا الترس نفسه بس أنا قالبه عادي دكتور، نفس الأسئلة نفس الأسئلة. طيب فرقمنا هيك شو عملنا الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى أوجدنا الديجري أوف فريدم وعرفنا إنه الديجري أوف فريدم هم الرولر، طبعا هذا أول درس بالمادة مش لازم أشرح لك شو هم الديجري أوف فريدم، شو هم اللي راح يكونوا متحركات، شو هم اللي ثابتات. طيب ثالث خطوة، أنا صراحة مضطر نمسح اللوح. ستيب 3 أقول لك اعمل المصفوفة، اعمل المصفوفة. طبعا أسألني شو المصفوفة، هذا سؤال بتكرر بالأونلاين برضه بشكل كبير، بيجي بسألك كم أبعاد المصفوفة، أنا اسمها ماتريكس ميثود ستيفنس ميثود. أبعاد المصفوفة خذها قاعدة، أبعاد المصفوفة خذها قاعدة، هي نفسها عدد التوتال، نفسها عدد التوتال، يعني number of joint ضرب 2. يعني هاي المصفوفة عندي أنا 4 joint، يعني 4 ضرب 2 بتساوي 8، فالمصفوفة أبعادها 8 كروس 8. هذا سؤال من أسئلة الامتحان، بيجي بيقول لي أوجد أبعاد مصفوفة، برسم لي ترس بيقول لي كم أبعاد المصفوفة؟ أبعاد المصفوفة هي عدد الجوينت ضرب 2، عدد الجوينت ضرب 2. بتمنى أنكم تعرفوا أول الأسئلة اللي ممكن تيجي بالمصفوفات، أول علامتين أجوك بالامتحان هم كم أبعاد المصفوفة، أبعاد المصفوفة هذا أول سؤال من أسئلة الامتحان. طيب هسا شو قلنا احنا؟ بدنا نعمل مصفوفة، بدنا نعمل مصفوفة أبعادها 8 8، طبعا انت ما راح ترسم 8 ب 8 وتحكي 8 سوالف زي هيك، تمام تمام. بس قبل ما نرسمها بدي أورجيك الخطوات بالتدريج مع بعض نشوف اللي حكينا. انا مش عارف اذا بقدر امسح له، بقدرش امسح له او مش مشكلة بنرجعهم. بقول لي بهاي الطريقة داخل معنا الترس والبيم، حكينا هاي، حكينا انه الديفليكشن بطلب عن جوينت معين وبالبيم راح تطلب شيء، تمناش بالبيم بس ما اخذناه. اهم خطوة بهاي الطريقة انه اعمل ترقيم للفريدم اولا ومن ثم الفورس، مثل ما عملنا هاي الترس رقمنا الفريدم اول بعدين هتلاقي رقمناهم زي ما بدي. هسا كانوا انا عندي مجهولين او عندي اثنين فريدم، فانا راح يكون عندي معادلتين بدي احلهم بالحذف والتعويض او على الاله حسب. طيب المصفوفة اللي بدي اعملها كالتالي، في عندي قانون رئيسي اسمه Q يساوي K في D. نرجع للخرابيش، نرجع للوايت بورد، بس بنقول لك شو يعني Q، بنقول لك شو يعني K في D. في عندي قانون اللي هو ستيب 3 من ضمن ستيب 3 اللي هو Q بتساوي K في D. طيب هاي معناها الرياكشن او بشكل عام الفورس الكي، إشي بسموه الستيفنس للترس كامل، هول ترس هول. هسه بتعرف ليش حكيت كلمة هول ترس، لأنه راح يجيك سؤال بالامتحان وجد لي الكي للهول ترس، والدي اللي هي الديفليكشن اللي بدي أوجده. تتذكر معادلة الفورس ميثود؟ الفورس ميثود كانت الديفليكشن أو الفورس بيساوي كي في دي، بس كانت الدي مش معي والكيو اللي معي، او العكس كانت الدي معي والكيو مش معي، وكنا نحل انه احنا نحسب الديفليكشن، كنا احنا نحسب الديفليكشن والكي كنا نحسبها بس مش باسم كي، كان لها اسم ثاني، والكيو هي اللي اوجدها اللي هي الرياكشن. كانت هيك معادله الفورس ميثود، ناسيها والله. فصار عندي زي هيك، عندي الديفليكشن عندي الرياكشن عندي الاستيفنس. الديفليكشن انا بدي اوجده، انا بدي اوجده، والكيو بتكون معي. شو الكيو؟ شوفوا هسه محلها الكيو، وشوفوا هالسؤالين اللي دائما بيجوا بالامتحان. السؤالين اللي بيجوا بالامتحان دائما هم عندي، لاحظ هون 1 2 3 4 5 6 7 8، بيجي بقول لك بكل بساطه كم كيو 1، كم كيو 1، كيو 1 انت راسم الرسمتين جنب بعض صح؟ صح. هذا السؤال برضه حرامي ياخذ منك 15 ثانيه،
شوف السؤال هذا كم بياخذ مني؟ 10 ثواني صح؟ السؤال الثاني سؤال على الديتيرمنسي، يقول دقيقة، ها دقيقة، السؤال هذا 15 ثانية، هذول 15 سؤال من هذول ثلاث أسئلة من أصل 20 سؤال أنت حليتهم دقيقة ونص. طيب ليش تجي تحكي لي ستراكشر طول امتحان صعب؟ والله حرام، والله العظيم حرام. طيب شوف الكيو 1 شو هي؟ الكيو 1 اللي هي قيمة الفورس المقابلة للرسمة، يعني هاي رقمها واحد صح؟ صح. كيف اتجاهها لليمين؟ هاي اتجاهها لليمين نفس الاتجاه، يعني موجب، يعني الواحد هاي قيمتها 10. طيب قال لي كم كيو 2؟ شوف كيف سؤال بالامتحان، سؤالين بجانب يعني السؤال. كيو 2 هاي رقم 2، رقم 2 لفوق تسيب الاصل لتحت، فبالتالي كم هي؟ سالب 20. هذا سؤال من أسئلة الامتحان، سؤالين والله بجوزي هيك، أعطيني كم كيو 1 وكيو 2. والله ها والله لو ورجيكم ايش تحكوا لي قاعد تمز علينا. دقيقة أنا والله هاي أول شيء أبعاد المصفوفة، هذا السؤال قلناه هاي أبعاد المصفوفة، كم أبعاد المصفوفة؟ كم جوينت عندي؟ 1 2 3 3 2 6، فالجواب 6 في 6. أخذ مني كم؟ والله ما أخذ مني. هذا السؤال مش طالب الكيو، بدنا ندور على ايش كيو، في ايش كيو، ندور على كيو. نقول هذا لا طالب ديفليكشن، شوي طالب ديفليكشن عند دي 2، وين دي 2؟ لا مش هذا ما اخذناهوش. لا ما اقول فيش سؤال اذا ما انا شايفه مبين. هيو ها اوجد كيو 2 للهول ترس، وين رقم 2؟ وين رقم 2؟ هيو هيو ها هي رقم 2، كم هنا؟ 8 هاي، فكم الجواب؟ اذا هاي لفوق، اذا الكونفنشن عندي لفوق بس اللود لتحت، كم الجواب؟ سالب 8. بالله عليكم هذا باخذ شيء ولا احكوا لي؟ والله ما باخذ شيء، والله ما باخذ شيء. فهاي احدى الاسئله اللي بالامتحان. طيب فهسه بدنا نرسم المصفوفه، كيو بتساوي كي في دي، هاي للمعادلات اللي عندي، انا في عندي 8 معادلات ولكن بحل منهم 2. طب رح نمسح اشياء كثير. اول شيء نمسح هذا. الرسمه هاي لازم تخليها قدامك. طيب المصفوفه كيف تعمل المصفوفه؟ طب خلينا نمسح الرسمه ونصير اذا بدنا شيء نكتب عليه على الرسمه هون، لانه صارت غالبا نرسم المصفوفه. بتحكي احنا حكينا المعادله هي كيو بتساوي كي في دي صح؟ راح تحكي لي صح. بروح بحكي كم كيو عندي انا؟ كم كيو عندي؟ هيهم 8 كيو. هيهم 8 كيو. طبعا بدك تلاحظ شغله، لو حكى لي كم كيو 8 بالامتحان يعني زي كانوا قاعد بيطلب منك الرياكشن اللي هون، مش راح تحط له صفر، لا كيو 8 معناها الرياكشن بدك تحسبها. اما اذا مثلا كان اللود 20 هذا مش موجود، حكى لك كم كيو 2 بقول لك كيو 2 وقيمته صفر، قيمته صفر. تمام. يعني دائما كيو 2 كيو 1 اللي هو الرقم اللي عندك. طيب نرجع للمصفوفه، فانا كم كيو عندي؟ عندي 8، فبروح بمسك مصفوفه زي هيك برقمها من كيو 1 لكيو 8، بنزل نزول ها كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 كيو 5 زي هيك لحد كيو 8. فانت بالامتحان فيش داعي، حتى بالجامعه بترقم له زي هيك. تمام. الكيات بتتذكروا لما كنا بالفورس ميثود بنحكي اف 1 1 اف 1 2 اف 1 3، هاي نفس الشيء كي 1 1 كي 1 2 كي 1 3 لحد كي 1 8. ليش ابعد 8؟ لانه عندي اربع جوينت، فاربع في اثنين هم 8، ثمان قوى في ثمان ثمان ثمانيه بثمانيه، ففي عندي هون بالصف الواحد بضل الرقم واحد، بس ايش بتغير هون؟ واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة، فبصير عندي انا كي 1 1 كي 1 2 كي 1 3 كي 1 لحد كي 1 8، بعدين كوت كي 2 1 كي 2 2 كي 2 3 لحد كي 2 8، بعدين بضل زي هيك لحد ما امشي. فأنا هون بحط هاي المصفوفة، بعدين هون بحط شو؟ الديفليكشنات، بحط الديفليكشنات دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6. طبعا فأنت بتروح بتحط خط على عند المعادلة اللي فيها رقم الديجري اوف فريدم،
لاحظوا ليش اول خطوه قلت لك مهمه، اذا غلطت فيها غلطت بالسؤال كامل. ركز. فالديجري اوف فريدم عندي اثنين، فبروح بمسك احط خط تحت رقم اثنين، بمسك خط تحت رقم اثنين زي هيك، بس اعمل خط بحكي في عندي، عندي الناون وناون. بكل بساطه q1 وq2 معروفين عندي ناون، هيهم 10 وسالب 20. q3 وq4 هذول المجاهيل اللي هم الرياكشن، زي لما قلت لك قبل شوي لو طلب منك q8 ما تحطها صفر، تحط قيمه الرياكشن. وهون لما تحت الخط فوق الناون d1 وd2 انا بدي اياهم، انا بدي اوجد d1 ودي 2، بدي اوجد الديفليكشن على اكس، يعني اوجد ديفليكشن على واي. لو كان مرقم لك هاي دي 2 انه هاي يعني انه هاي 2 وهاي 1، فبتكون هاي دي 2 وهاي دي 1، فدي 1 هي الديفليكشن على واي ودي 2 هي الديفليكشن على اكس. فبتصير تنتبه للرسمه اللي مرسومه معك بالسؤال وتعرف شو يعني لما يجي يطلب منك دي 2 يعني الديفليكشن على 2، 2 شو هي؟ واي. 2 شو هي؟ واي. طب دي 3 ودي 4 ودي 5 كم ديفليكشن لهم؟ صفر. ليش؟ لانهم سبورت، دائما الديفليكشن عند السبورت بيساوي زيرو. فصفى عندي معادلتين فقط، لانه انا قاعد بضرب هاي في صفر هاي في صفر هاي في صفر، فبصفوا، فبتصفي المعادله عندي فقط معادلتين، q1 بتساوي k11 في d1 زائد k12 في d2، q2 بتساوي k21 في d1 زائد k22 في d2. في حدا مش فاهم هذول المعادلتين كيف جبتهم؟ يسأل. Q1 وQ2 بتحطهم زي هيك عادي، بظل هون Q1 في D1 K12 في D2 زي هيك الطرفين بصير، بعدين K21 في D1 K2 في D2. يعني أنا بدي K3 بحكي K3 في D1 K3 في D2 K3 في D3 K4 في D4، بمشي زي هيك ضرب مصفوفات أخذناها بالنيوميريكال. فبالتالي أنا دائما خلص أعرف شغلة، الرقم هذا الثاني يعني بضربه بالديفليكشن الثاني، الرقم الاول بضربه بالاول، بس تعرف زي هيك. طيب q1 قلنا مقدارها هي 10 وq2 مقدارها سالب 20، بيظل علي اوجد انا k11 وk21 k12 و21 نفس الشيء وk22. هسه هون بلشت بسامه الطريقه، الطريقه مش صعبه، لحد هون هاي اول صفحه اخذناها، هون اول صفحه يا اخوان اخذناها، شايف شيء صعب؟ هسه راح تحكي لي بتعجق عشان الرسمه، انت بدك تركز، انت بدك تكون مركز ونفس الوقت تكون سريع، لانه الاسئله هاي حرام تاخذ منك دقيقه ودقيقتين، بس بدك تشوف مثلا هاي رقمها واحد وطلب منك كيو واحد فهي 10. ثاني شغله تعرف تعد الفريدم، هو عباره عن التوتال ناقص الرياكشن، التوتال اللي هي جوينت ضرب اثنين، والرياكشن اللي هي رياكشن سبورت، الكل وصلنا ستراكشر 2 كلنا بنعرف شو الرياكشن، البن اثنين، الرولر واحد، والفيكس ثلاث. والفيكس ثلاث. طيب هيك احنا تعلمنا اول ثلاث خطوات، اللي هنا نوجد الديتيرمنسي ونوجد نوجد الكيو 1 وكيو 2 والكل كيوات بشكل عام ترقيم يعني، وعرفنا كيف نرسم المعادلات. هسه الخطوه الثالثه الخطوه الرابعه بدنا نوجد الكي 1 1 والكي 1 2 والكي 2 1 والكي 2 2. هسه هون الدكتور شارحهم طريقه اسمها كوردينيت سيستم، بس انا لو ما بدي اشرح لك اياها الكوردينيت سيستم اموري تمام، بس لو انا هذا الطالب اللي بحضر الماده عند دكتور هاشم بالجامعه لازم يكتب له الجدول هذا، بس احنا بالاونلاين مشان تسهل حالك الحل تقدر انك ما تعمله وتحل على السبحانيه، بس بفهمها شلون سبحانيه، بس انا راح اشرح لك قلت لك على طريق الجامعه مش يكون حلك مرتب بالامتحان، عشان يكون حلك بالامتحان مرتب. تمام. بقول لك الكوردينيت سيستم بدك تحط هسه هذا التراس على مكان احداثيات، يعني بدك تخلي كل جوينت هو عباره عن احداثيات، يعني انا مثلا بدي افرض محور اكس واي، لو فرضت محور اكس واي هون زي هيك، فبالتالي هذا الجوينت الجوينت اربعه احداثيات صفر وصفر، الجوينت ثلاث هو احداثياته مثلا اربعه على الاكس مثلا واربعه على الواي، احداثيات جوينت 2 صفر على الاكس واربعه على الواي، احداثيات جوينت 1 بتكون عندي سالب 3 على x و4 على y. هسه بس احنا دائما مش ما نعجب حالنا بالسالب والموجب، دائما بقول لك لما تعمل الاحداثيات خلي نقطه الاصل، نقطه الاصل خليها اسفل اليسار،
أسفل نقطة على اليسار. أسفل نقطة وين؟ جوينت 2. وآخر يسار وين؟ هون. فبالتالي خلي لي المحور عندك هيك، خلي لي المحور عندك هيك. فبالتالي هذا محور X وهذا محور Y. بعدين بحط الإحداثيات، هاي صفر وصفر. جوينت 4 هي عبارة عن 3 وصفر، أنا على محور X. جوينت 3 هي عبارة عن 7 اللي هي 3 زائد 4 و4. جوينت 2 عبارة عن 3 و4، وجوينت 1 هي عبارة عن 0 و4. فأنا هيك أوجدت الإحداثيات، بس عشان أرتب حلي بعملهم بجدول زي هيك. طبعا لاحظ شغلة واحدة، ترقيمي غلط، جدولي غلط، وحلي كلياته غلط. تمام، شوف شوف كيف بخربش لك. رقم صح، خلي ترقيمك زي الترقيم اللي عامله الدكتور. ترقيمك غلط هون او هون، حلك غلط. لازم كونك انا انت بلشت على هذا الاساس، بدك تكمل كل حلك على هذا الاساس. الرسم مش معك، بترسم انت لحالك وبتحل، بس بالامتحانات الاونلاين الرسم معك والارقام معك، اما بامتحانات الجامعه الارقام مش معك. دير بالك انت بترقم على كيفك، والدكتور بيصلح على الجواب النهائي. تمام، وبصلح على ترقيمه. والله العظيم الدكتور هاشم كان يقول اللي ما بيرقم باخذ صفر. فهاي احداثيات، هاي احداثيات عملناهم. هسه بدي اضل احسب الكيكه. هسه الكي قلنا الاستفنس، حكيت لك انا في عندي شيء اسمه كي للهول ترس. سال قلت لكم لما رسمت قلت لك كي للهول ترس. شو يعني كي للهول ترس؟ يعني هذا المنبر، هسه الصغار راح يجوا. طيب الكي، الكي هاي للمنبر واحد من الترس كامل. كيف يعني؟ انا كي كي كامل صح؟ مش انا قلنا في عندنا كي 1 1 وكي 1 2 كي 2 1 كي 2 2، راح تقول لي هسه كي 1 1 كل منبر في له كي 1 1، يعني هذا المنبر له ستيفنس لحاله، والمنبر 2 له ستيفنس لحاله، والمنبر 3 له ستيفنس لحاله. ولكن مشان انا احل واوجد الديفليكشن بدي اوجد الكي للهول ترس. بدي اوجد الكي للهول ترس، يعني للترس كامل. بدي اوجد الكي للترس كامل، فشو بعمل؟ بجمع الكي 1 1 من المنبر الاول، وكي 1 1 من المنبر الثاني، وكي 1 1 من المنبر الثالث، بتعطيني شيء اسمه كي 1 1 كامله. فبالامتحان بالاونلاين بالذات بالاونلاين بيجي بيطلب منك سؤال، كم الكي 1 1 مثلا من المنبر الاول؟ نموذج ثاني بطلب منك كم الكي 1 1 من المنبر الثاني، عشان هيك نماذج. يعني ممكن يجي نموذج احد الطلاب، نموذج مثلا احمد، يجي كي 1 1 هول ترس، بس اقول لك هيك هول ترس، بنذكر لك هول ترس. بدك تنتبه الكي اللي بطلبها منك بالامتحان لاي شيء بدك اياه. يعني ها هذا السؤال بقول لك اوجد كي 2 2 للهول ترس، فبدك توجد الكي 2 2 من هون ومن هون ومن هون وتجمع. طبعا هسه نقول لكم كيف نحسبها. مثلا هذا السؤال اوجد كي 1 1 من المنبر واحد، بس وين منبر واحد؟ هيا بتوجد كي 1 1 له، ما بقول لك جوابه صفر. هذا كي 1 1 من المنبر الاول هو جوابه صفر، لا لا له جواب كونه في واحد. طبعا هون كي 2 1 من المنبر الاول، يعني حتى البيم ها هو المنبر الاول. هيا شوف مرقم لك بالعكس، دير بالك كي 1 1 من المنبر الاول، تاخذ كي 1 1 من المنبر الاول. طبعا للبيم تختلف عن الكلاس. هيو كي 1 1 للمنبر 2. فبكره بالامتحان او بالكويز الاستفنس راح يجيكم نفس الاسئله نفس الرسمه، اختلاف رقم، يجي يقول لك كم الكي 1 1 من المنبر الاول، واحد ثاني من المنبر الثاني، تروح تحط نفس الجواب. كي 1 1 من المنبر الثاني لها رقم، لها رقم معين. فاحنا هسه بدنا نتعلم حسابها. ظل الفيديو 3 دقائق، ما راح اعلمك حسابها، راح نقطع ونرجع، بس اشوف اذا في حكي معين. ايوه شوف الكي 1 1 بجيبه من المنبر الاول والثاني والثالث وبجمعهم. العنصر اللي اسمه 1 1 من كل مصفوفه، هسه نتعلم شو يعني من كل مصفوفه. طبعا كي 1 2 بساوي كي 2 1. فهسه بضل علينا كيف نوجد الكي بمعادلات معينه. اذا وجدت، اذا عرفت كيف توجد الكيات،
انا بقول لك تقدر تطلع وتخلص، خلصت انت هيك طريقه الستيفنس ميثود للتراس، بس احنا بدنا نحل كامل. طبعا هاي المعادله بالجامعه معطاه بالامتحان، وبالاونلاين معك السلايدات. ايها تمام بس ونطلع القلب برا نفوته جوا. طيب نشوف بسلايدات الدكتور بدقيقتين هذول. بقول لك انه هاي الطريقه بتستعمل الاحتفاليات زي ما حكينا، بقول لك بتستعمل displacement قبل، بقول لك اوجد الانون displacement هاي اللي حكيناهم، اوجد السايز، اوجد بعدين حل المعادلات. هاي البروسيدر اللي احنا بنشتغل عليها، هاي الاحتفاليات اسفل اليسار. فهيك كل منبر هيك الترقيم، شوف بقول لك ركز على الترقيم، وبقول لك رقم لثري اول، رقم لثري اول 1 2، وبعدين بترقم الباقي. وهي الجدول الاحداثيات اللي انا حكيت عنه، هذا اللي راح نشرحه هسه بالفيديو الجاي. وهذا الحل كامل، وهي كي 11 المنبر الاول، هذا كل شيء حكيناه ان شاء الله، كل شيء حكيناه. طبعا لاحظوا ترى السؤال الدكتور، شوفوا سؤالي كل واحد سؤال مختلف. هسه للي كان مركز معي 100%، حد عنده سؤال من اللي ركز معي؟ يعني في شغله لسه مش فاهمها، مش ما يعني انت ركزت معي فاكيد انت في شغله فهمته، في شغله ما فهمتهاش، او كله فهمته، فانت فهمته ولا لا؟ مشان نعرف نكمل باسلوب نفسه ولا اسلوب ثاني. انتوا اللي حاضرين فهمتوا لحد هون؟ تمام والله، انا بسيط كثير مش صعب صح؟ اسمه سهل، بس بدي اسالك عن الكي. الكي لما جمعت في كي 1 3 والباقي ل 1 8 وين راحوا؟ هسه احنا كون المعادل، انا كان عندي الديجري اوف فريدم 2، فانا عندي بس معادلتين والباقي راح يصفر. يعني يعني المعادله الثالثه راح تكون كيو 3 تساوي مثلا كي 3 1 في دي 1 زائد كي 3 2 في دي 2 زائد كي 3 3. لا قصدي مثلا بالكي 1 ليش ما كملت لك كي 1 3؟ هسه بقول لك، بس انا اوصل لك اول شيء هذه الشغله. الدي 3 هي عباره عن سبورت، انه الدي 3 الديفليكشن عند السبورت زيرو، فبالتالي هذا بتصفر. فعشان هيك انا هيك كل المعادلات بصفروا معي. لما نجمع هون مثلا انا بدي كي 11، انا بجمع كي 11 من المنبر الاول، كي 11 من المنبر الثاني، كي 1 من المنبر الثالث. لو عندي 4 منبر بجمع من المنبر الرابع. فانا المعادلات اللي بحتاجهم بس كي 11 1 2 2 2 زي ما حكيت قبل شوي، لانه انا راح اضرب بالديفليكشن اللي قيمته صفر. هاي هذا سؤالك؟ هذا هو خلاص تمام يسلم، لانهم بصفروا بس. بس ممكن بالامتحان يجي يطلب مني اوجد كي 8 8، موجودها ما مهسمن اعلمكم كيف توجد كل الكيات. طيب خلينا نطلع نفس الرابط تمام، لانه الزوم فصل. يلا نفوت كلياتنا ونرجع.